تحياتي ويعطيكم العافية جميعا، يسعد أوقاتكم. طبعا إلا يومين إحنا عندنا الجو تلج، أنا في فيرجينيا، يعني هي فيرجينيا من الولايات اللي بنزل فيها التلج، بس عامة التلج اللي عندنا مش كتير يعني بالنسبة لولايات ثانية، بس بنزل تلج يعني إجت من أسبوعين حوالي موجة تلج، بس كان التلج خفيف مش كتير. اليوم إلا يومين عندنا تلج، فهي مشكلة التلج لما يكون في تلج المشكلة إنه تنظيف السيارة بيكون مشكلة، إذا بكون عندنا تلج بيكون مشكلة تنظيف السيارة مشكلة صعبة كتير، تقعد تنظف السيارة بالفرشاية وهيك يعني بتاخذ وقت كتير وانت بتنظف السيارة، فهذه من ضمن الشغلات يعني المزعجة تنظيف السيارة لما يكون في سنو أو تلج. بس بخليكم معايا أوريكم بعض المشاهد السنو برا التلج مع تنظيف السيارة، خليكم معايا. طبعا هذا ما منظر تنظيف السيارة من الثلج، طبعا شيء مزعج كتير بصراحة، يعني تنظف السيارة يعني هذه بنظر الثلج برا، طبعا شيء المناظر رائعة لكن هو تنظيف السيارة هو المزعج. طبعا درجة الحرارة الآن صفر، كانت أقل من صفر الآن بلش الثلج يوقف، بدأ يوقف ينزل الثلج، فصار درجة الحرارة ارتفع للصفر، بس الجو برد كتير برا بصراحة. بس هذه كانت مشاهد لتنظيف السيارة، مشاهد لتنظيف السيارة ومشاهد لبرا الثلج، يعني أوريكم كيف منظر الثلج برا، كيف قديش متعب حكيت إنك تعمل تقعد تنظف بالفرشاية سيارتك، يعني شيء مزعج كتير، بس بصراحة مناظر الثلج مناظر رائعة، يعني منظر حلو منظر الثلج، بس فمنظر رائع، لكن المشكلة في تنظيف إنك تمشي تتنقل مثلا، يعني تقريبا الحياة بتكون شبه معطلة برا، يعني انك تسوق يعني السيارة بكون فيها مخاطرة، يعني في تبعون المقاطعة بيجوا بنطفوا معهم زي جرافات، بيجوا بجرفوا التلج وبرموه في مكان ثاني بعيد، بس في بحطوا كمان قبل الموجة بيوم بيومين بحطوا زي ملح بالشارع بحيث انه يدوب التلج، يعني هذا بيسهل عليهم عملية تجريف التلج، بس يا اشي مزعج كتير واشي مخاطرة. لكن تسوق في الثلج هذه اشي مخاطر، يعني فلازم الواحد يكون حريص جدا وهو بيسوق بالثلج، السواقه بالثلج مزعجه جدا. بس فهذا اللي عندنا الشتاء، يعني منظر الشتاء والسنو. بس هذا كان فيديو اليوم بس، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير للفيديوهات. بس هذا كان فيديو اليوم، يعطيكم العافيه، السلام عليكم.